الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إبان نصر أكتوبر المجيد، وأحد المقاتلين الأشداء الذين بذلوا الجهد من أجل تحقيق النصر. كانت بداية النشأة في إحدى قرى مركز بسيون محافظة الغربية، حيث استقبلت القرية في الأول من إبريل عام 1922 أحد أبنائها وهو سعد الدين الشاذلي، الذي نشأ في أسرة تقدس القيم، لذلك فقد اتصف منذ نعومة أظافره بالانضباط والروح الوطنية وعشقه للحياة العسكرية. تلقى تعليمه بالمدارس الحكومية في محافظة الغربية، ثم حقق ذاته بالالتحاق بالكلية الحربية الملكية في فبراير عام 1939، وتخرج برتبة الملازم في يوليو عام 1940 عن عمر يناهز 18 عاما. التحق بعدها بسلاح المشاة، يخدم في إحدى الوحدات العاملة في الصحراء الغربية، ويشارك من خلالها في الحرب العالمية الثانية، ثم لينتدب للخدمة في الحرس الملكي لمدة 6 سنوات في الفترة من عام 1943 وحتى عام 49. واستقرت خلالها حياته الأسرية، حيث تزوج عام 1944، وحرص على أن تكون نشأة كريماته الثلاث على قدر من القيم المتوارثة، فكان القدوة والمثل لأسرته بنفس القدر الذي كان يراعيه كرمزاً لمرؤوسيه في الخدمة العسكرية. تميز طوال خدمته العسكرية بأخلاق الفارس خلقاً ومظهراً، فكان محافظاً على لياقته البدنية بنفس القدر الذي يحافظ فيه على الإلمام بالعلوم العسكرية والاستراتيجية. وهو أحد مؤسسي قوات المظلات بعد حصوله على دورة متقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1954، وتدرج في مناصبها القيادية إلى أن تولى قيادة الوحدات الخاصة عام 1967. وقد شارك في حروب مصر المتعاقبة وفي التزاماتها العسكرية الرئيسية، ومنها اكتسب الخبرة وحقق ذاته في تولي مناصب قيادية رفيعة. فقد شارك في حرب فلسطين عام 1948 ضمن سرية حرس ملكي أرسلها القصر إلى فلسطين، وشارك في معارك حرب العدوان الثلاثي عام 56 كمقاتل وقائد لإحدى وحدات المظلات، كما كان أول قائد مصري يكلف بقيادة وحدته للعمل في قوات حفظ السلام في الكونغو عام 1960، وقاد إحدى الوحدات الرئيسية التي شاركت في دعم مصر لثورة اليمن. وفي حرب يونيو عام 1967 قاد إحدى المجموعات الخاصة، والتي أطلق عليها في هذا التوقيت مجموعة الشاذلي. ومع اشتعال حرب الاستنزاف عين اللواء سعد الدين الشاذلي قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية من أجل التصدي للأعمال العدائية في هذا القطاع الساحلي الممتد والذي حاول العدو تهديده. وفي أعقاب ثورة التصحيح في مايو عام 1971، اختار الرئيس الراحل محمد أنور السادات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة ليتولى هذه المسؤولية الصعبة في مرحلة من أدق المراحل التي مرت في التاريخ المصري المعاصر، وكانت تتطلب جهداً وأفكاراً متميزة من أجل تحرير الأرض. وعلى مدى 29 شهراً
تولى فيها الفريق الشاذلي مسؤوليته كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة، فقد أفسح المجالات للتعاون والتنسيق من أجل الإعداد لمعركة التحرير الكبرى. وفي نفس السياق أطلق العنان للتطوير والتطبيق العملي للأفكار الجيدة من أجل سد الفجوة التكنولوجية فيما نملكه من أسلحة ومعدات وما يستخدمه الطرف الآخر، وكانت تلك التطبيقات علامات بارزة في أداء القوات المسلحة في العمليات الحقيقية. ويذكر للفريق الشاذلي جهده عند التنفيذ الفعلي لحرب أكتوبر المجيدة، وكان أول مسؤول من القيادة العامة يزور جبهة القتال ويعبر الضفة الشرقية للقناة يوم 8 أكتوبر، يشد من أزر القادة والجنود ويهنئهم بالنصر، وفي نفس الوقت يتحقق من تفهم القوات للخطوات التالية ويستجيب لأي مطالب عسكرية تؤدي إلى تحقيق الهدف. ذلك لأن الفريق الشاذلي كان يؤمن إيمانا راسخا بأن التلاحم بين القادة والجنود هو الطريق لتحقيق النصر، وأن مكان القائد هو الميدان وسط مرؤوسيه وجنوده. كانوا لما بيشوفوا الموجات بتاعتنا بتهجم كانوا بيسيبوا الدبابات دايرة ويقطعوا بها. فالعسكري المصري إذا أعطي الفرصة وخصصت له المهمة التي في حدود إمكانياته يعتبر من أكفأ وأشجع المقاتلين. وفي أعقاب الانتصار العظيم تم تكريم الفريق الشاذلي بمنحه نجمة الشرف العسكرية، كما تم تعيينه سفيرا لمصر في المملكة المتحدة ثم في البرتغال. وهنا يأتي دور التاريخ ليعيد للرجل ذاته وكرامته، ليتعرف شعب مصر العظيم على واحد من الأبطال سجلت جهوده بحروف من نور فتبقى مضيئة على مدى الدهر، خاصة بعد أن لفظ القائد العظيم أنفاسه الأخيرة ورحل عن دنيانا في 10 فبراير 2011 في جنازة عسكرية مهيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.